اهلا بيكم على في المنتدى. ده ري ودي جونا مراته، متجوزين من 6 سنين، معاهم بنتهم في العربية ورا بتلعب دلوقتي. هما راجعين من عند اهلها، كانوا بيقضوا معاهم اجازة العيد، وزي اي زوجين اصيلين لازم يتخانقوا خناقة العيد. طبعا اتخانقوا خناقة العيد ولا لسه سناجل؟ من الواضح ان علاقتهم متوترة جدا، لان ري بيحاول يتعافى من الادمان من فترة كبيرة، والسبب اللي خلاه ادمن هو انه كان متجوز قبل كده ومراته ماتت، وجونا تعتبر زوجته التانية. وهما في الطريق هيقفوا عند الاستراحة، وجونا هتاخد بنتها توديها الحمام، وهو هيروح يشتري حاجة ساقعة وقهوة وبطاريات للعبة بنته. عينه هتزوخ كده على الخمور وهياخد منها فعلا، لكن الفلوس الكاش اللي معاها مش هتكفي للخمرة فهيسيبها. بنته هتنسى لعبتها في الحمام، فالأم هتنزل تاني تدور عليها، وهو هيخرج البنت من العربية علشان يدور عليها ورا. فجأة البنت هتلاقي كلب قدامها وتخاف منه وتفضل ترجع لورا، لكن هيكون وراها حفرة للبناء وهي مش واخدة بالها منها. ري هيحاول يخبط الكلب بطوبة، لكن البنت هتقع وهو هيرمي نفسه وراها عشان يلحقها. هيفوق ري على صوت بيقوله في ودنه ان الاتنين ماتوا للأسف، ويغمض عينه ويلاقي مراته بتصوت وبتضربه وبتقوله انت عملت ايه في بنتي، فهيزقها بعيد ويغمض عينه تاني، وهيركز كده شوية ويكتشف ان كل ده بيتخيل، وهو بيقول لمراته ان هو هيلحق الموقف وهينقذ البنت وهيقدر يوديهم المستشفى حالا. بياخدهم ويسوق العربية بسرعة جنونية لدرجة ان هو كان هيعمل بيهم حادثة. هيوصل للمستشفى اللي بتبان من اول لحظة كده ان هي فيها حاجة مريبة، مش مريحة ابدا. الدنيا زحمة في المستشفى، يقولوا له استنى دورك. بتاخد المستشفى بياناته وبتحاول تضغط عليه ان هو يوافق على تسجيل اسم بنته كمتبرعة بأعضائها للمستشفى، وبيرفض بشدة هو ومراته، وبيقولوا له ان التأمين بتاعك فيه مشكلة، فهيرد عليها ان هو يعالجها على حسابه. هيبص لبعض كده بصة مريبة وهو مش هيبقى مرتاح لهم خالص. بتاخدهم الممرضة وتوصلهم للدكتور، وبيكشف عليها وبيطمنهم ان دراعها اتكسر بس ومحتاج جبيرة، وبيديها مسكن للألم، وبيقول للأب والأم إن حدقة عينيها متسعة شوية ولازم هنعمل لها أشعة على المخ لاستبعاد وجود نزيف داخلي. الممرض بيحاول يطري على البنت كده ويجيب لها كلب لعبة، وبياخدها للأسانسير على الكرسي المتحرك، لكن بيقولهم إن دي منطقة محظورة في المستشفى وممكن شخص واحد بس اللي يصطحب المريض. ري هيقول لمراته روحي انتي معاها. بيركبوا الأسانسير فعلا، وبيلاحظ ري إنه نزل لتحت ما طلعش لفوق. بيروح بقى يستناهم في الاستراحة، بس بتروح عليه نومة. بيصحى بعد ساعات طويلة، يدخل حمام ويغسل وشه، هيستغرب لأنه لما بص في المراية لأنه لقى لزقة جروح على وشه. بيروح بعدها يسأل في استقبال المستشفى، والبنت بتعامله بكل برود وبتقوله بيانات الناس اللي دخلوا مش معايا أصلا، علشان الوردية الصباحية كلها خلصت، استنى هنا شوية هتلاقيهم جم. هيقولها على اسم الدكتور اللي كشف عليها ويطلب ان هو يكلمه، هتقوله ده خلص شغله ومشي، ارتاح لو سمحت في الانتظار واحنا هنجيب لك كشوفات الصبح كلها. هيتنرفز وهيفضل يدور في السجلات، لكن العاملة هتقوله على فكرة اسمها مش موجود عندنا في الكشوفات أصلا. ري هيتجنن من برودها، هتقوله طب بص هات رقمك التأميني وانا هتصرف. هيقولها انتوا رفضتوا اصلا التأمين بتاعي وطلبتوا مني ان انا حاسبكم كاش. هتستغرب منه وتقوله كاش ازاي، دي مش سياسات المستشفى على فكرة. هيقولها اسألي اللي سجلت لي البيانات الصبح، دي عملت لي استجواب، والناس اللي كانوا قاعدين هنا والممرضة اللي اخدتها اسمها ان، والممرض كان اسمه بروس، اسألي الناس. هتقوله الوردية كلها مشيت، ما توجعش دماغنا بقى واقعد. هيقولها انا عايز انزل لهم تحت دلوقتي عشان اطمن على بنتي ومراتي، وإلا قسما بالله هعمل لكم مصيبة. بصي بقى النهاردة اصلا كان يوم زي الزفت من الصبح وانا مش ناقص، اتصلي بالدور بتاع الاشعة المقطعية تحت حالا واسألي عليهم. هتتصل فعلا بقسم الاشعة، وهتقعد ترغي مع زميلها وتخزر معاه بكل برود، وهتاخد بالها ان ري واقف قدامها، وبعدين هتقوله بص حضرتك احنا اسفين والله ما حدش عمل اشعة النهاردة اصلا غير واحدة عندها 62 سنة وعملتها الساعة 9 الصبح. في وسط ذهوله بقى ري هيقول لها هو في ايه، انتوا بتعملوا كده ليه؟ هتقوله مالكش فيه، وسع كده بس عشان خاطر اللي بعدك. هيقرر ري ان هو يدخل غصب عنهم جري، وهيدخل ري فعلا بسرعة وهيقعد يدور عليهم مش هيلاقيهم. فرد الامن ودكتور والممرضة يوقفوه ويسألوه انت مين وعايز ايه، هيقول لهم على مراته وبنته ويحكي لهم من الاول القصة تاني. الدكتور هيقابله بهدوء كده ويحاول يمتص غضبه ويبحث عن اسمه في السجلات، لكن للأسف هيقول له حالات اليوم كله النهاردة قدامي واسمك مش موجود. هيقول له لا ده انتوا كده عصابة بقى، انتوا اتجننتوا رسمي. هيبص يلاقي الممرضة اللي ساعدتهم ويقول له اهي بص الممرضة اسمها ان، دي اللي ساعدتنا الصبح. هتيجي الممرضة وهتقول له على فكرة انا عارفاه، ده جه قبل كده بجرح في راسه. ري هيسمعها هيتنح، هيقولها انت بتكدبي ليه؟ انتوا عملتوا ايه في بنتي ومراتي؟ وهنا هيتاكد ري فعلا ان في مؤامره عليهم وان هم اتخطفوا منه داخل المستشفى، وهيبدا يتخانق ويرزع، لكن الامن هيمسكوه بالعافيه وهيرشوا في عينه الرذاذ علشان يتحكموا فيه ويقدروا يدوا له حقنه مخدره.
هيأمرهم الدكتور ان هما يحبسوه في غرفة، هيحاول الممرض والامن ان هما يثبتوه هما في الغرفة ويقولوا له ايه ده بس كده لحد ما المهدئ يشتغل والدكتور هيجي يشوف انت عايز ايه بالظبط. لكن هو بقى اللي هيثبتهم، واول ما يخرجوا لكن هو هيخدعهم، واول ما يخرجوا هيقوم ويحاول يفتح الاوضه ويدور بعد كده في الادويه على اي مضاد للمهدئ اللي اخده. في اللحظه دي هيكون رؤيته مشوشه جدا ومش متزن، بيلاقي حقن ادرينالين وبيروح رزعها في رجله وحقنتين كمان ويرزع، وطبعا هيحصل له حاله هياج غير طبيعيه بسبب الادرينالين ده كله، هيطلع بدون وعي ويكسر في الباب ويدور في الغرف وهو ماشي مش متزن خالص. بس فجاه هيلاقي الممرض اللي ادى بنته اللعبه وهيساله انت قابلتها الصبح مش كده، والحظ السيء مش هيلحق لان الامن هيشوفه وهيطلع يجري وراه، هينزل جري على السلالم لتحت وهو بيهرب من الامن هيخبط في الباسكت وهتتقلب وهيقع منها حاجات كده شبه الاعضاء البشريه في اكياس زباله، وهيخرج يجري بره المستشفى خالص ويستخبى من الامن في صندوق عربيه. بعدها بيركب عربيته ويحاول يجمع افكاره علشان يهدى ويشوف هيتصرف ازاي، وفجاه هيلاقي ورديه شرطه معديه هيعترضهم فورا وهيحاول يحكي لهم بقى بسرعه على اللي حصل علشان يتصرفوا معاه. هيشكوا فيه الاول لكن هيشوفوا بطاقته وصوره بنته ومراته في المحفظه ويقرروا ان هم يدخلوا معاه علشان يساعدوه ويلاقيهم، وهيشاور لهم على الامن اللي حبسه في الغرفه. امن المستشفى يقول للشرطه على فكره هو ده كان رد فعل طبيعي مننا، هو واحد كان عامل قلق وشغب في المستشفى المفروض على فكره تقبضوا عليه اصلا، ده قرفنا من الصبح. البوليس هنا هيسال ري هيقول له امتى اخر مره شفت مراتك وبنتك، هيقول لهم كنت معاهم في غرفه الطوارئ عنبر 9، هيروحوا معاه عنبر 9. لما الدكتور هيشوفهم الامن هيوشوشه هيقول له على فكره هرب مننا هنعمله ايه يعني. الشرطه هنا هتسال الدكتور المسؤول وهينكر وجودهم ووجود السجلات كمان. ري هيقول له اتصل الدكتور اللي كشف عليها الصبح وهاته، والشرطة هترغمهم ان هم يستدعوه فعلا، وهنا الدكتور هيتنح. والشرطة هتسأله فين مكان الأشعة المقطعية، هيقولهم في الدور الثالث، ولكن ري هيقوله لا التصوير على فكرة في الدور السفلي، أنا شفت الأسانسير نازل لتحت. هيطلعوا قسم الأشعة فوق في الدور الثالث وهيلاقوا ان اخر مره تمت فيها استخدام الاجهزه كان الساعه 9 الصبح وتم اجراؤه في 29 دقيقه فقط، بس ري هيقول لهم على فكره ده ما بيثبتش اي شيء، ويفضلوا كلهم قاعدين مستنيين الدكتور اللي كشف عليها الصبح. وهتيجي عامله الاستقبال اللي في المستشفى وهتقول لهم على فكره الكشف ده بتاع الصبح لقيناه مرمي في الزباله بره المستشفى. هيمسكوا ري بسرعه وهيلاقي اسمه متسجل فيه بالفعل، وفي نفس اللحظه دي هيجي الدكتور بتاع الصبح وري هيفضل يقول له انت فاكرني صح، انت فحصت بنتي مش كده؟ الدكتور هيقول له اه انا فاكره، جيت الصبح في حادث سياره وكان سلوكك غريب جدا وانا فحصت جرحك وانت صممت انك تقعد في الاستراحه تستنى زوجتك اللي اسمها ابي. الشرطي هيقول له مين ابي دي؟ انت مش قلت ان مراتك اسمها جونا؟ تبقى مين ابي؟ هيقول له ابي دي مراتي الاولى، وبعدين دي ماتت وملهاش علاقه اصلا ببنتي ومراتي، انتوا جبتوا الاسم ده منين؟ انتوا اكيد عرفتوا اسم مراتي الاولى من بياناتي التامينيه وبتستخدموها ضدي علشان تطلعوني مجنون، وبيقرروا ان هم يفرغوا الكاميرات ومش هيكون باين غيره في الفيديوهات لان الكرسي بتاع بنته ومراته كان تحت الكاميرا مباشره. ليه هيقول لهم دي حاجه متوقعه، انا كنت متاكد ان انتوا هتقولوا كده وكده، الكاميرات كمان طلعت فيستك وما بقاش عارف يتصرف ازاي. طب فتشوا المستشفى، هيقولوا له محتاجين اذن تفتيش وده صعب جدا، وهينزلوا معاه غرفة الطوارئ اللي كان قاعد فيها، هيلاقي سكارف بنته مرمي على الارض جنب السرير، بس الشرطية هتقوله مفيش حاجة تثبت على فكرة ان هو بتاعها، انت بس مشوش بسبب ان انت وقعت على راسك وبتنزف وشكلك كده بتخرف. فجأة هتجيله دكتورة من القسم النفسي وهتاخده غرفة لوحده وهتقوله الملف اللي موجود هنا عندي ده باسمك انت مش باسم بنتك، احكي لي على اللي حصل كده قبل الحادثه علشان نعرف نتصرف مع بعض. اقول لك احكي لي عن مراتك الاولى ابي، هي ماتت في حادثه علشان انت كنت شارب مش كده؟ عموما انا مصدقه كل اللي انت بتقوله. وهيروحوا مكان الحادثه كلهم فعلا وهيحكي لها بالتفصيل ان بنته خافت من الكلب ووقعت لما هو خبط الكلب بالطوبه. هينزلوا في الحفره تحت ويلاقوا مرايه بنته ودم كتير في الارض، والشرطه هتغير نظرتها لري وهتقول له على فكره المكان كده اصبح مسرح جريمه وانت دلوقتي متهم بقتل بنتك ومراتك، والطبيبة هتقول له مفيش كلب وقع بنتك على فكرة، انت كنت غضبان من مراتك ومن بنتك ومن نفسك كمان وحدفتها بالطوبة، وقعت بنتك ماتت وجت مراتك فقتلتها هي كمان. احنا احيانا عقلنا بيخلق واقع بديل ومزيف علشان يحمي نفسه من الصدمة، وانت مراتك الاولى ماتت بسببك، ولما انت موتت بنتك ومراتك دلوقتي عقلك مش متقبل فكرة انك خسرت عيلتك تاني بسببك، قول لنا بقى انت خبيتهم فين؟ وهو طبعا هيتنح وهيقبضوا عليه، واللحظة كده ري هيصدقهم ويتنح
لكن فجأة يظهر له الكلب اللي خوف بنته الصبح ووقعها، ويعرف انهم بيضحكوا عليه كلهم ومتفقين. هيروح خاطف المسدس منهم ويهددهم بيه، ويقول للدكتورة: مش انتي بتقولي ان انا قتلت بنتي ومراتي؟ اكيد انتي مش هتكوني اهم منهم عندي، اتفضلي امشي قدامي. وبيرفعهم كلهم وبيحبسهم في غرفة بعد ما ياخد كارت دخول المستشفى من الدكتورة غصب عنها. بيروح جري على المستشفى وبيسرق بالطو ابيض وبيركب الاسانسير ويقابل الامن فيه، وهيضطر يضربه ويموته علشان ياخد مفتاحه بيشغل بيه الاسانسير، وهينزل بيه للدور اللي تحت. هيكون هادي باين عليه كده ان هو سري. هيلاقي الكلب اللعبه بتاع بنته في سله الزباله، وكمان اتنين ممرضين ماشيين ومعاهم صندوق مكتوب عليه اعضاء بشريه. ويبص في حجره العمليات هيلاقي كل الدكاتره اللي قابلهم فوق بيخدروا بنته، وهيبداوا حالا يعملوا لها عمليه قدام عينه، ومراته متخدره على كرسي متحرك جنبيهم. بمنتهى الذهول هيقول لهم: انتوا فاكرين ان انا كنت هسيبكم تقطعوا مراتي وبنتي؟ انتوا شويه حيوانات مش بشر. هيقولوا له: على فكره انت مشوش، انت فاهم الموضوع غلط. وهيكتفوه ويحاولوا يخدروه بسرعه. هيضرب الرصاصه في انابيب الغاز ويولع في الغرفه باللي فيها، وهياخد مراته وبنته على كرسي متحرك ويجري بيهم، وهيركبهم العربيه معاه وهيمشي. والمصيبه السودا بقى هنا انه بعد ما انا شخصيا صدقته، فجاه ريه تنح ورجع يتخيل اللي حصل، وان بنته ماتت من الوقع فعلا، ومراته جت تجري عليه مخضوضه على بنتها، راح زقها على سيخ حديد وماتت هي كمان. وعلشان يحتوي الموقف ويخدع نفسه، خبى جثثهم في شنطه عربيته وغطاهم. واللي معاه ورا ده في العربيه مريض كان بيعمل عمليه جراحيه فعلا، وشكله هيموت بسببه هو كمان. ربنا ينتقم منك يا ري. وبينتهي الفيلم هنا بعد ما ري خلص على كل اللي قابلهم في سكته.